وللمزيد حول تداعيات تفجير مرفأ بيروت على الوضع السياسي والشعبي ينضم إلينا عبر الهاتف من صيدا مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات حسان القطب. أهلا ومرحبا بك. أهلا بك أستاذ حسان. وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان حذر من الممارسات السياسية التي على الفرقاء اللبنانيين أن يعترفوا بها، وطالب السلطات بسرعة التحرك لتشكيل حكومة جديدة. ما المعوقات التي تقف أمام تشكيل الحكومة بعد استقالة حسان دياب؟ في الواقع فرنسا تحاول أن تعالج الأزمة اللبنانية بطريقة دبلوماسية وبطريقة هادئة، ولكن القوى اللبنانية وخاصة التيار الوطني الحر بزعامة جبران باسيل ورعاية رئيس الجمهورية ميشيل عون، كذلك بإدارة حزب الله، يحاولون تأخير أي حل ممكن للأزمة اللبنانية. انفجار المرفأ وضع الواقع اللبناني أمام المجتمع الدولي بكافة تفاصيله، فقد انكشف حجم الفساد على الساحة اللبنانية، حجم الهدر على الساحة اللبنانية، حجم هدر المال العام وحجم الفساد، كذلك تسيب السلطة وسوء استخدام السلطة، وكذلك وضع اليد على المؤسسات العامة من قبل ميليشيات حزب الله التي تستخدم المؤسسات اللبنانية لخدمة مشروعها ولخدمة محور إيران في المنطقة. فرنسا تحاول معالجة هذه الأزمة بهدوء ودون التوجه نحو أي صدام مسلح سواء في الداخل أو مع قوى خارجية وخاصة إسرائيل. لذلك تحاول فرنسا الآن طرح معادلة هي إجراء انتخابات مبكرة، تشكيل حكومة بداية، حكومة جديدة، إجراء انتخابات مبكرة وإجراء تحقيق مالي جناني في ضمن المؤسسات الرسمية اللبنانية، تحديد من هو المسؤول عن الهدر ومحاولة استعادة أعمال المنهوب. ولكن القوى اللبنانية التي تشاركت مرحلة الفساد وسوء الإدارة تخشى من هذه التداعيات وتحاول تأخير هذا العلاج وهذه المشكلة، معالجة هذه المشكلة، وخاصة حزب الله والتيار الوطني الحر. كما يؤثر المعالجة حقيقة هو هذا التخوف الذي لدى هذه الأطراف، وكذلك محاولة التيار الوطني الحر الإلقاء على السياسة الخارجية بيده لخدمة مشروع إيران في المنطقة باعتباره الحليف الأساسي لها وهو الحليف المسيحي لها على الساحة اللبنانية، وكذلك وضع اليد على وزارة الطاقة وهي التي تتسببت بأكبر قدر ممكن من المال العام، إذا يبلغ حجم الدين العام اللبناني حوالي 100 مليار دولار، نصفها تماما هدرتها وزارة الطاقة التي كانت وما تزال طيب إدارة التيار الوطني الحر وحلفائه. برأيكم هل الوضع يحتمل القواعد التي كانت تحكم العملية السياسية في لبنان في السابق كالثلث المعطل وما شابه؟ لابد من تغيير هذا الوضع، لم يعد يحتمل لبنان تشكيل حكومات توافقية أو حكومات وحدة وطنية. هذه الحكومات تسببت في هدر المال العام وفي مشاركة كافة القوى السياسية في هدر هذا المال والتشارك في المخصصة والفساد وحماية هذه القوى لبعضها البعض. لا بد من حكومة أكثرية تحكم وأقلية تعارض، ولا بد من عودة دور مجلس النواب لمحاسبة الحكومات وإسقاط هذا الذي الأمر في حال لم تلتزم بإدارة شؤون البلاد كما يجب. ولكن واقع الحال منذ 15 عاما وهذا الآن وحتى ما قبل عام 2000 كان هناك حكومات توافقية تتمثل فيها كافة القوى السياسية بموالاة ومعارضة بحيث لا يحاسب أحد الفريق الآخر، وكذلك المجلس النيابي هو شريك في هذه السلطة باعتبار أن الوزراء معظمهم يكون من النواب، لذلك لا يوجد محاسبة ولا يوجد تطبيق، وبالتالي يتم تمرير كافة المشاريع للتوافق والتفاهم ويدفع المواطن اللبناني ثمن هذه السياسة. لذلك هذه السياسة يجب أن تتغير، هذا الواقع السياسي في لبنان يجب أن يتغير، وفساد هذه القوى السياسية سمح لميليشيات حزب الله بالتمدد ووضع اليد على السلطة اللبنانية تدريجيا من مؤسسات أمنية إلى وزارة الصحة إلى وزارة الزراعة، وهذا بدأ يتكشف الآن من حجم التقارير التي انتشرت حول دور وزارة الزراعة التي هي بيد حزب الله منذ سنوات في استيراد مادة الأمونيوم. طيب هنالك اليوم هنالك اليوم تصريحات من وزير الخارجيه اللبناني التي تاتي قبل ايام من زياره رئيس فرنسا ايمانويل ماكرون الذهاب الى لبنان بخريطه طريق، كيف ترون ما جاء في تلك الورقه من اصلاح سياسي واقتصادي وعلى اللبنانيين ان يسعوا لتحقيقها، وهل تقبل كل القوى بهذه الاصلاحات برايكم؟ القوى اللبنانيه كما ذكرت هي مربكه ولا تدري كيف
تخرج من الورطة التي وقعت فيها نتيجة انكشاف حجم فسادها وهدرها. المشكلة الأساسية الآن في لبنان هي سلاح حزب الله الذي يحمي أنظومة الفساد ويشاركها الفساد. أي معالجة لا تتوقف عند سحب سلاح حزب الله ومنع وجود ميليشيات مسلحة إلى جانب الجيش اللبناني، وتمسك بمعادل حدودية غير شرعية أو معادل شرعية تحت سلطة بعض منها تحت سلطة حزب الله وميليشياته، لن يقدم أي علاج للأزمة اللبنانية. والمبادرة الفرنسية حتى الآن تنص على تشكيل حكومة مؤقتة مع صلاحيات واسعة، إجراء انتخابات مبكرة بحدود العام من الآن، والترقيق الجنائي المالي في المؤسسات الدولة. الآن يتم الحديث عن أن هناك احتمال إقامة مؤتمر تأسيسي في فرنسا من الآن حتى نهاية هذا العام لإعادة النظر في النظام السياسي اللبناني وإعادة تنظيمه من جديد. لكن أي خلل في الواقع السياسي اللبناني سوف يؤسس لمرحلة صراع جديدة على الساحة اللبنانية. لا حل في لبنان إلا بعودة سيادة الدولة وتطبيق القانون والالتزام بالشرعية اللبنانية والشرعية العربية والشرعية الدولية، وعودة لبنان إلى الساحة العربية والمنظومة المجتمع الدولي. عبر الهاتف كنت معنا من صيدا مدير المركز اللبناني للأبحاث والدراسات والاستشارات حسان القطب، شكرا جزيلا لك.